السلام عليكم الإخوان، كنتمنى الصوت يكون مزيان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان، كنتمنى الصوت يكون مزيان. هي متبادلة للإخوان كاملين، الصوت جيد الحمد لله. حاولوا إخوان بارتاج، كنظن نبداو على بركة الله. كنحاولوا السلام عليكم الإخوان، تحية نضالية عالية للأحرار والحرائر دائما داخل الوطن وخارج الوطن، تحية دائما للضمائر الحية، كنحييها تحية عالية كبيرة. الحرية ثم الحرية لجميع الأحرار الشرفاء القابعين في سجون الذل والعار، الحرية ثم الحرية للقائد حراك الدار البيضاء الأخ عادل البداحي الذي يعاني صحيا في سجون الذل والعار. يعني عادل البداحي كما كيعرف الجميع اللي ما شاء الله باش هنو هذا الرجل اللي كنعرفوه كاملين وكيعرفوه العالم كامل وكيعرفوه الإخوان كاملين الأحرار بالضبط، يعني شكون هو عادل البداحي. ولكن مع الأسف عادل البداحي كيعاني في سجون الذل والعار، كيعاني صحيا محروم من العلاج. احنا ما غنهضروش على العلاج لأنه العلاج ما كانش خارج السجون، ما بالك داخل السجون. الحرية ثم الحرية للأخ يعني بودوح، الأخ بودوح عمر، يعني صراحة داك الرجل حتى هو كذلك الرجل الطيب اللي تا هو تم الاعتقال ديالو، لانه كيقول لا للفساد. اي واحد كيهضر كيقول لا للديكتاتورية الا وكيتم اعتقاله. الحرية ثم الحرية الاخ عبد العالي الملقب بودا، لانه هو كذلك يعني صراحة هاد المحاكمات الصورية اللي كتصدر
وكت 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 كت كت كتصدر في حق الأحرار، واللي هي كت كت يعني كتخرج ب ب ب ب ب كت عفوا كتخرج بالحق بالاسم تاع كيتحكم عليهم باسم الملك دائما. حنا كنخرجوا كنقولوا الملك هو السبب، الحرية ثم الحرية الواحد الرجل كذلك، اللي حتى هو كنقول له كل التضامن، كل التضامن مع واحد الصوت اللي هو لا صوت له، الأخ مشماش الذي ما عرفش يعني الاسم ديالو بالضبط، ولكن الملقب الأخ مشماش اللي لا صوت له، لأنه تشي واحد كيبان ليا منسي، رغم أنه كان ضد النظام، كان دائما كيقول لا للديكتاتورية، لا للقهرة، لا للحقرة. يعني أنا كنحيي داك السيد، وكنحيي جميع الأحرار، ماشي غير هو، كنحيي جميع الأحرار الشرفاء القابعين في سجون الذل والعار، كنحيي جميع الأحرار، يعني كلهم بدون اسم، جميع المعتقلين الشرفاء اللي كيقولوا كلمة حق، سواء اللي في السجون وكذلك حتى اللي خارج السجون، لأن الدولة الطاغية الدولة الظالمة حتى هي راهي سجن بالنسبة للأحرار. أي واحد غيقول كلمة حق إلا وكيتسنى المصير ديالو، كيستنى اللحظة بالضبط اللي غادي تعطي للظالمين باش أنه غيتم اعتقال ديالو وغيتم السجن ديالو مع الأسف الشديد، وغيجي الحكم مع الأسف باسم الملك. كنتمنى أولا يتم دائما كنتمنى يتم إطلاق السراحة ديالهم، وكل الإدانة لذاك الطاغوت المجرم مبروك ثابت الفرعون ديال مدينة جرادة، اللي هو لحد الساعة باقي تشبت وجالس على كرسي نتاع العرش كما كنسميوها، كيسموها هما، أما حنايا لا يساوي شيء، نتاع مدينة جرادة، لأنه كان كنا في بلاد نتاع الحق والقانون، كان كنا في بلاد نتاع الديكتاتوري، بلاد اللي كي دائما بلاد ديكتاتورية، بلاد اللي هي كتعطي الحق ديال المواطن، اللي هي كتدعي بأنها بلاد نتاع الحقوق، بلاد نتاع غادي تكون على الأقل يكون هذا المجرم خدا الجزاء ديالو، لأنه هو السبب دائما في الدهس وفي داكشي كامل اللي وقع لمدينة جرادة. مدينة جرادة خدات فيها الدهس والاعتقالات، ولكن مع الأسف الشديد هذاك اللي دمر ديك المدينة واللي ضيع شبابها واللي لحد الساعة باقين شبابها ضائعين باقي حر طالق. هادي لو كان كنا في بلاد نتاع الحق وكالداعي بلاد الحق والقانون، ولكن احنا مع الأسف الشديد ما كاين لا حق ولا قانون. الإدانة ثم الإدانة له، وكنقول له دائما من هذا المنبر نجاة المحجوبي باقي عندها معك حساب طويل، لأن عارفة بأن الميساج ديالي غيوصله. الإخوان تحية لكم، تحية نضالية عالية لجميع الأحرار المتضامنين مع القضية نتاع عبد المولى. الموضوع الخاص ديالي اليوم اللي هو خاص بالضبط بالطفل ديالي، دائما المدهوس من طرف النظام الديكتاتوري عبد المولى. علاش؟ لان كنحاول وحاولت جهدي، درت جميع الوسائل باش انني نقنع عبد المولى ولو غير بالبسيط، باش انه عبد المولى يخرج للاحرار الشرفاء باش انه يبان في الصوره، لان جميع الاخوان جميع الاحرار اللي كنحييهم تحيه عاليه اللي صامدين معانا واللي باقين لحد الساعه باقين صامدين معانا لحد الساعه باقين كيساندونا، كنحييهم تحيه كبيره. كنتمنى انه عبد المولى ان شاء الله يشوفوه اليوم باش انه ولو يعطي غير كلمه واحده، لان عبد المولى كيعاني حاله نفسيه كبيره، احنا لحد الساعه كنتعالجوا عند اطباء اختصاصيين في العلاج النفسي، لأن عبد المولى الحالة ديالو كما كيعرفها الجميع ماشي شي حالة اللي هي سهلة، ماشي هي، يعني كنتمنى الإخوان راكم كتفهموا داك الشيء، يعني الأحرار بالضبط ماشي للإخوان اللي ما شاء الله. بالنسبة لعبد المولى يعني كما كيعرف الجميع دارت له جوج عمليات اللي بالفضل نتاع الله سبحانه وتعالى وبالفضل
نتاع الأحرار دائما اللي كنحييهم، دائما راه كنحييكم تحية غالية كبيرة، لأن الحمد لله تم إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لأن لحد الساعة باقي عبد المولى في نصف الطريق، لحد الساعة باقي عبد المولى كيعاني، غير البارح زاد عليه الحال، ولكن الحمد لله والشكر لله. دائما دائما كنحمد الله ونشكره على هذا الابتلاء اللي ابتلانا، وهذه النعمة اللي نعم علينا بها. في نفس الوقت راه ابتلاء ونعمة من عند الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للإخوان، يعني عبد المولى كما كيعرف الجميع دارت ليه جوج عمليات، اللي هو كان المبلغ ديالهم 18 مليون اللي بالفضل نتاع الأحرار تجمعات، ومع الأسف يعني كانت عبد المولى خصو الترويض، ولكن مع الأسف الشديد ما قدرناش، ما توفقتش أنا، لأنني جميع الوسائل درتهم، وباقي لحد الساعة درت، وباقي لحد الساعة كندير، وباقي لحد الساعة غندير، لأنني أم، وأي واحد كان في المكان ديالي الأم ولا أب راه سي نورمال غادي يحس بيا، وغادي يعرف علاش أنا باقا صامدة، وعلاش أنا باقا كنجري باش أنني نحاول نقد عبد المولى، اللي الدولة الظالمة الديكتاتورية ما قدرتش تعالج عبد المولى، لأن الدولة الظالمة هي السبب في هادشي كامل، اللي في هاد اللحظة وفي لحظات باش أن جات المحجوبة تخرج، دائما دير لايفات، دائما تهضر عند الناس، دائما تقول الناس راه خاصني، دائما تشكر الناس، دائما هاد الدولة الظالمة الديكتاتورية هي اللي عندها صات ابن ديالي، وباش هي تكون دولة كما كتدعي هي تقوم بالواجب ديالها باش تكون هي عالجة عبد المولى، لأن كما كيعرف الجميع خسرت الملايير الملايين عفوا باش أنها تزج بعبد المولى في مركز النور للترويض، لأنه أنا كنعتبره سجن، وكما كيعتبروه الإخوان كاملين اللي هما شرفاء بأن هذا كان سجن، اللي هو مركز النور للترويض المعاقين في بوسكورة. راكم شفتوا المعاناة اللي كنا كنعانيو تما، المعاناة اللي كنا كنعيشوها، والويلات اللي عشناها تما. دائما الدولة ظالمة، الدولة ديكتاتورية، الدولة دائما كتبغي يعني تخلي الإنسان دائما اللي دوا وهضر على حقه، إلا وغيكون المصير ديالو كمصير عبد المولى، أو كمصير الأحرار ديال الريف، أو كمصير الشرفاء اللي هما حاليا قابعين في سجون الذل والعار. دائما كنحاول ما أمكن نوصل الفكرة نتاع المعاناة عفوا نتاع عبد المولى. بالنسبة ليا أنا ما بغيتش نهضر بزاف حتى عبد المولى، إن عبد المولى كيعاني نفسانيا، أنا حاولت بالسيف باش أنني نخرجه، ولو يشو تشوفوا الإخوان، لأن ما كيبغيش أنني نهضر ويشوفوه، يعني صراحة كيعاني حالة نفسية. أنا غنحاول نعطي لعبد المولى الكلمة عاد ونرجع نكمل اللايف نتاعي. يعني صراحة أنا الإخوان كنعتذر بزاف يعني على هذا الشيء كامل اللي كيوقع، وهذا الشيء كامل اللي كنعانيوه. عبد المولى إن شاء الله غيعطي الكلمة ديالو. هو عبد المولى والإخوان اللي كيسولوا مكملين، كيسولوا على عبد المولى كيف هو حال عبد المولى. تفضل ولدي. السلام عليكم. شكرا الناس اللي هي كارك داير، الحمد لله شوية ما نقولوش حالة سيئة، ولكن الحمد لله، الحمد ربي على اللي عطانا، ونشكر الله ونشكر الناس اللي كي يساعدونا بلا مقابل، أو قولوا الشهرة، أو قولوا يعني كيبغيو يشهروا لسانهم، حيت أنا منزعج من هذا الموضوع كتير. اللي كيبغيو يقولوا شكر مي كيكونوا شي ناس الأم ديالي، أو كيقولوا كلي لعبد المولى يخرج بلايف ويشكرني أو يدير. أنا ما نقول لهم ما ديش نشكركم،
لي علاش واخا نتوما كتساعدوني، يعني الله هو اللي داركم سبب من الاسباب عبد المولى. يعني واخا وصلت هذا المكان الحمد لله، كاين شي ناس كتار ما وصلوش هذا المكان كيحلموا يوصلوا هذا المكان كتار، يعني بزاف الناس كيبغيو يوصلوا هذا المكان. واخا انايا مازال نقولوا ما تشافيتش، ولكن الحمد لله خير من المغرب بزاف. الحمد لله هنايا كيعطوني الحقوق ديالي ويعطوني بزاف الحوايج الحمد لله، ونطلب ربي يشافيني، ونشكركم الناس اللي كيكتبوا الله يشافيك، كنشكرهم بزاف. استجب لكم الدعاء ديالكم، والله يعطيكم ما تتمنى. حيت كتفرحوني بزاف، واخا انايا الحمد لله ما نقولش حالتي صعيبة بزاف، ولكن كنحمد ربي لان عندي الناس كتبغيني وكتدعي معايا كل شيء. كتوقف معايا، كنحمد ربي وخاي تولي الوقت الرول بزاف اليوم الحديث، ويقول لي انا نعتمد نحتمل المسؤولية لا قدر الله اللي نقولها، والله ويعاود يعاود ربي يولي بيا زمان الرول اليوم الحديث، ويقول لي وش دير الحديث، ولا يعني وش تصاب او ما تصابش. نقول له تصاب علاش؟ حيت الناس تزيد تبغيني، وخا انايا ما عمرو الناس كرهتني، ولكن محبة عندي زادت المحبة. الناس عندي كتار بزاف لدرجة بزاف، كانت الناس تحبني وكانت الناس تحترمني، وكنت محترمها. علاش كانت تحبني وتحترمها؟ حيت انايا كنت محترمها ونحبها، ولكن زادت بزاف بزاف حبتني، سمحولي. زادت الناس حبتني وزادت تدعي معايا، هادشي كان استفدت منه انايا، وكي ربي يزيد على حيت ربي، وكي يقول لي انا كنبغيك ونعطيك امثله. ها هو بحال الناس كيبغيوك، ها هو الناس كيبغيوك، وحتى انا كنبغيك، ونعطي الشرف ليا، الشرف ليا، الشرف ليا، حيت كتبغيوني وكتدعيو معايا وكتضامنوا معايا. واخا ما عندكمش بزاف الحوايج اللي تقدروا عليها، كل شيء ان يكون عندهم المقدرة يداويوني، ولكن ما عندهمش الاستطاعة ديالهم يداويوني. الله اللي كيداوي او يديروا اسباب من اسباب اي سبب باش نبرا، كل شيء كان عندهم الاستطاعة هادي يداويوني، ولكن ما عندهمش. ولكن كدعيو معايا الله يشافيك، وكنشكركم بزاف بزاف والله. لا تنيا كندعي معاك، كنقول لكم الله يعطيكم
نتمناو والله يعطيكم صحتكم، حيت من اول انا نقول لكم كان شي ناس ما عندهم مشاكل، كل شي الناس عندهم مشاكل، ولكن اللي عنده صحته كلكم يشكروا الله بزاف، لأن الصحة كتعطي بزاف، تقدر تعطيك بزاف الحوايج وتعطيك نعمة من عند الله، أكبر نعم في الحياة كاملة. لا أنا أعطيك بحال ما قدرش نمشى، ولكن عندي رجليا، كان شي وحدين يعني ده اللي أعطيني واحد السبب يعني باش نعيش ونكافح حتى نحقق هذاك الحلم باش نتمشى، لأن شي وحدين يكون كيتمناو عندهم رجليهم باش يكافحوا. وانا الحمد لله نقولها لكم، انا كان كافح وانا مليح الحمد لله، لانني كان كافح بزاف. كنشكركم ونشكر الله ونشكر اللي كيساعدني وما كيتسناش مقابل مني، بل كيتسنى مقابل كيديره لوجه الله، ماشي الوجه ليشتهر او يقول الناس انت وهم. كنشكركم والله، ما لقيت ما نقول، كنشكركم بزاف. اي حاجة نقولها لكم بالكلمات مش تعبر لي في نفسي وش انا باغي يدير. نشكركم كل لقيت اي حاجة نديرها باش نشكركم بيها، الكرة اللي درتها كنشكركم بزاف اخوتي. تحياتي وشكرا. تحياتي لكم الإخوان، يعني اش غنقول لكم، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا هو عبد المولى، وهذه هي الحالة نتاع عبد المولى اللي ممكنش ليا نعريه باش انكم تشوفوه، باش انكم، ولكن احنا دائما الحمد لله والشكر لله، الحمد لله دائما والشكر لله، لأن الله سبحانه وتعالى دائما كما قال ابن ديالي، لأنه هذا الابتلاء نعمة من عند الله. الحمد لله لقانا مع الرجال، الحمد لله لقانا مع الأحرار، لقانا مع بنات الناس، مع أولاد الناس. دائما الله سبحانه وتعالى كيدير لينا باش أنه يلاقينا ويدير أسباب ويدير، وبالفضل نتاع الله ولينا كنعرفوا النظام المغربي شنو كيسوى، ولينا كنعرفوا النظام الظالم الديكتاتوري شنو 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 يقدر يقدم للأطفال نتاع الأطفال نتاع 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 الأطفال. ما يقدرش مع الأسف الشديد يقدم شي حاجة اللي هي غادي تعطي لهذا الابن ولا الأبناء ديالي ولا أنا كمرأة باش أنني نبغي بلادي، نبغي المغرب. كيفاش أنا غنبغي المغرب وكنشوف الابن ديالي دائما كيتعذب؟ كيفاش غنبغي مالكي اللي كيقولها هو؟ كيفاش غنقول بان هذاك السيد اللي كيمثلني انا كيفاش غنحتارمه؟ كيفاش غنبغيه؟ كيفاش غادي انا وليت كنحشم، انا كنجاة المحجوبي وليت كنحشم انني نقول الناس مثلا هنا في الديار التركيه فاش كيسولوني وليت كنحشم نقول لهم بانني انا مغربيه.
كيفاش نكون انا مغربيه وكنتشرف بالمغربيه ديالي، والابن ديالي تدهس من طرف النظام الظالم وما قدرش مع الاسف يعالجه. يعني كيفاش كنتمنى الاحرار وحتى دوك اللي هما عياشه كيفاش يفكروا، كيفاش بانه غادي تكون هاد المراه او يكون اي واحد، ماشي غير انا، اي واحد كان بزاف من نجاة المحجوبي وكان بزاف من عبد المولى، ولكن مع الاسف ما خارش مغطي مدعوص عليه، ما خارش ما قادرش يخرج يقول كلمة اللي هي اللي هي اللي تخرج ضد الدولة الديكتاتورية. مع دائما سامر نجاة المحجوبي دائما رغد كافح حتى يوقف عبد المولى على رجليه، لأن عبد المولى باقي يوقف كما كنقول لكم على رجليه. ما تقولوش لي عبد المولى ما غيوقفش على رجليه، ولكن حنا دائما كنحاولوا ما امكن نلقاو، لان دائما كما قال الابن تاعي الحمد لله راه وصل، كنظن الفكره وصل الكلام ديالو والرساله ديالو للديكتاتور الظالم، لانه كان ديكتاتوري، كان نظام، يعني صراحه كان نظام، ولكن ما يحتاجش كاع نعبر او نهضر عليه، لانه ما يستحقش مني انا، ما يستحقش، لانني انا كنقول لكم بانني عبد المولى راه قنبله النظام الظالم، لان كان هاد النظام على الاقل كان غير الملف ديالو في المحكمه على ديك المحاكمات السوريه وديك ديك اللعوب اللي جالسين كديروا، راه لا يجدي نفع، لان الملف ديالو باقي لحد الساعه، ما مع الاسف الشديد، لانه دابا قريب عبد المولى يكمل 3 سنوات، ولكن مع الاسف الشديد باقي الملف ديالو كيدور في المحكمه، كيمشي من بيرو لبيرو. يعني حنايا في زريبه، ماشي في محكمه، ماشي في دوله، ماشي بزاف نتاع الامور. كان عبد المولى خدا حقه بلا ما يحتاج شي، انا دائما نخرج نقول للناس اودي راه ما عندي ما ناكل، اودي راه ما عنديش باش نخلص الكرا، اودي راه عبد المولى مسكين ما قدرش يتعالج. علاش انا دائما؟ لان النظام ظالم، ظالم اكبر ظلم في الدنيا وفي العالم. انا شت عييت في الدول، ما كنسمعش بحال هاد الكارثه اللي وقعت لي انايا والابن تاعي. يعني صراحه كنشوف تنعيا، ولكن مع الاسف الشديد. وبهذه المناسبه كنولي نرجع حتى لمدينه جراده، لان كما كيعرفوا الاخوان كديجا مشيت لمدينه جراده على قبل واحد الخربه اللي هي ماشي دار، غير خربه، باش انني نحاول نبيعها، باش انني على الاقل نتكافح غير مع الكرا، على الاقل نلقى غير باش نوكل ولادي. ولكن مع الاسف الشديد حتى ديك الدار باقين دايرين فيها عرقاله جالسين، اللي هو حنا مدينه جراده ما عندناش داك الشيء مسجل، او يعني عايشين في زريبه، عندك دار راهي دارك بالماء والضوء كافه، ولكن عندي حكم نتاع المحكمه اللي هي كتعطيني الدار، ولكن مع الاسف كنلقى بانه حكا راه ما مسجلش في البلديه، لا حكا راه ما دارش. كنقول لكم من الاحسن، من الاحسن تفكوا وتحلوا هاد الورقه هادي، تخليونيش انايا كنجاة المحجوبي. كنقول لكم راه لا تحركون مني ساكنه، اي اقتضى الحال انا عبد المولى غنرجعوا ليكم. أمان ما عندنا ما نخسرو، انا كنحاول ما امكن كافح، ونحاول ما امكن على الاقل نوفر لولادي غير حاله نفسيه، واحد اعتقلته والثاني الاول، ها انتم شفتوا الحاله اللي راكم عارفين اش درتوا ليه، والثاني اعتقلته وانا راكم معذبيني، ويقدر نجي كينتظرني، كي تاني عارفه راسي بان كينتظرني الاعتقال، وكينتظرني بزاف ديال الحاجات كتنتظرني معاكم، ولكن راه هذا الشيء كامل راني مستعده نطيح في النار. شتي النار تكويني بها ماشي مشكل، ولكن انني على الاقل ولادي على الاقل يلقاو واحد، ولكن ما غنحتاجش نتوما عارفين، وداك الشيء كامل اللي كديروه، وهداك الشيء كامل اللي كتلعبوا فيه وكتطبخوا فيه، نجات المحجوبي راه عارفاه، داك الشيء كامل اللي جالسين كتصيفطوا ليا الظالمين ديالكم، الشكامه ديالكم كيضلوا حاضيني، وانا شنو كندير، وانا شنو كنفعل، وانا شنو كندير، ولكن راكم ما غتصوروا مني، تصوروا مني والو، هادشي كامل راه ما عندكم ما غتصوروا مني. كنقول لكم من الاحسن فكوا المشكل تاع عبد المولى، لان الملف تاع عبد المولى ما تقدروش عليه، لانكم لا تساوون شيء. لو كان بالاستطاعه ديالكم وعندكم جراه راه ما يحتاجش توصل الامور حتى لهاد الدرجه، ما يحتاجش كاع حد المعاناه، ما يحتاجش بزاف تاع الامور، ولكن لا تساوون شيئا مع الاسف الشديد.
ما عرفتش يعني صراحة باش كتفكروا، ما عرفتش مع الأسف الشديد. أنا من هذا المنبر كنحمل المسؤولية الأولهم هو الملك البلاد، لأنه هو المسؤول على هذا الشيء كامل اللي كيوقع لي أنا وولادي. من بعده كاين السيهم العثماني، لأنه هو رئيس الدولة اللي في العهد ديالو لحد الساعة تدهس عبد المولى. كنحمل المسؤولية الوزارة الداخلية، اللي الوزارة الداخلية بسيارة القوات القمعية ديالها تدهس عبد المولى، وكلهم كل واحد من المقدم حتى الملك كلهم كنحملهم مسؤولية، وكنولي نحملكم المسؤولية لهذا الشيء كامل اللي كيوقع لي انا وكيوقع لعبد المولى. وكنزيد نقول لكم حذاري الا صار ارتجع عبد المولى الارض الظلم والفساد، بان عبد المولى شنو غيكون المصير ديالو؟ هو الوفاة، لان ما عندناش دولة فيها لا صحة لا تعليم لا حتى شي حاجة، ما كاينة مع الأسف الشديد حتى شي حاجة ما كاينة. لأن كان عندنا العلاج، وكانت عندنا الصحة في وزارة الصحة في المغرب، ما يكونش ملك البلاد يخرج يتعالج خارج أرض الوطن، يعيا ملك البلاد يكون مفر له العلاج، ولكن مع الأسف كيخرج يتعالج في الديار الأوروبية. ما عرفتش يعني صراحة، كان نحاولوا، ولكن مع الأسف كاين بعض اللي عندهم غير راس كبير، كي ما لا تساوون شيئا. هذا الشيء اللي بغيت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من هذا المنبر دائما أنا نجاة المحجوبي كنهضر على قضية واحدة، ما عنديش غرض بالسياسة أو عندي قضية واحدة، هو عبد المولى يوقف على رجليه، عبد المولى يتعوض، عبد المولى ياخذ حقه في العلاج. هذا هو اللي بغيت انا واللي كنهضر عليه، وانتوما السبب، لانني كنت مجرد مرأة كتقابل وليداتها، مجرد ربة بيت كتقابل وليداتها وكتعينهم وكتسناهم فوقاش يدخلوا فوقاش يخرجوا، ولكن انتوما جعلتوني انا نخرج ونهضر ونعيط ونقول لا، لان كان خدا عبد المولى حقه في البداية بلا هاد المعاناة، بلا هاد، لأن هاد الشيء اللي كديروا فيه وكتحاولوا تطويوا هاد الملف تاع عبد الملك، كنقول لكم راه باقي لحد الساعة ما تحلش الملف تاع عبد المولى، راه لحد الساعة باقي ما تحلش، باقي ما هضرتش، والهضرة الجاية إن شاء الله غتكون بالدلائل، بالدلائل. احنا ما كنهضرش أنا ولكن كنقول لكم راه إلا ما يعني صراحة الإخوان راه ما يعني ما نبقاش انا دائما نخرج ونقول راه غادي راني محتاجة، او لانني استحي صراحة منكم، صراحة يعني لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما شاء الله احنا كنعانيو ماديا معنويا كل شيء كنعانيوه، ولكن مع الاسف الشديد كاين بعض الاحرار الشرفاء اللي جزاهم الله خير الجزاء باقين مستمرين باقين صامدين معانا، ولكن فئة اللي هي على رؤوس الأصابع فئة قليلة مع الأسف الشديد. كنتمنى دائما أنا نجاة المحجوبي كل التضامن مع عبد المولى، كل ماشي غير مع عبد المولى، مع أي واحد اللي هو تظلم وكيخرج يعيط على حقه مظلوم في حقه، كنتمنى تبقاو تضامنوا معاه، كنتمنى تضامنوا مع جميع الأحرار المعتقلين الشرفاء لأنهم خرجوا يقولوا كلمة حق، وخرجوا بغينا الصحة وبغينا التعليم، ماشي غير ليهم هما، لينا كاملين. ولكن مع الأسف الشديد، مع الأسف الشديد يعني صراحة الإخوان الكلام كثير، الكلام كثير وكثير بزاف، ولكن كل حاجة غادي تجي في الوقت ديالها، كل نقطة غادي نحاولوا نخليوها للمكان ديالها، لأن عبد المولى صراحة الحالة النفسية ديالو لحد الساعة باقي كيتعالج عند أطباء اختصاصيين نفسانيين. كنحاولوا دائما نقطة بنقطة، كنحاول عبد المولى هو يخرج ويهضر ويقول داكشي اللي عنده، ولكن انتظرونا راه كاين الجديد وكاين بزاف ما يتقال، والقضية تاع عبد المولى راه عمرها ما غتسد حتى ياخذ عبد المولى الحق ديالو في العلاج، ياخذ الحق عبد المولى الحق ديالو على الأقل لأنه في العلاج، أما من ناحية ديال العدل أو هذاك ما كاين عندنا لا عدل ولا حتى شي حاجة ما كاينة. كنتمنى الرسالة ديالي توصل لملك البلاد لأنه هو معني بالأمر، لأن تلاقيت مع كما كنقولوا اللي هما مسؤولين دياولو، ولكن مع الأسف الشديد كيقولوا لك الملف ديالك راه الفوق،
يعني راه عنده هو. كنتمنى الملف ديال عبد المولى يتحل في اقرب وقت، كنتمنى عبد المولى ياخذ الحق ديالو في التطبيب في العلاج، لان حنايا الا كنت ام وكنت مواطنة مغربية وعندي وليداتي مغاربة وغيبقاو مغاربة، على الاقل يكون عندي حقي، لان من حقي نطلب الحق ديالي، لان هذا الشيء قلتوه نتوما في الدستور ديالكم. ولكن كنتمنى يعني صراحة كنتمنى الحق ديالنا يتخاد، تعطي لنا حقنا، حنا كنطلبوه بكل بساطة، ما كنطلبوش يعني شي حاجة اللي هي ماشي من حقنا. دائما كنتمنى الشفاء العاجل لعبد المولى ولجميع الأحرار وجميع المظلومين وجميع مرضى المسلمين. حنا مش كندعيو مع عبد المولى، كندعيو مع جميع مرضانا ومرضى المسلمين، خاصة هذوك الناس المساكين اللي كيعانيو في ديك الزريبة، لأنه ما كيلقاش حتى الدواء الأحمر باش غيحطو على الجرح. تحية للأحرار القابعين في سجون الذل والعار، الحرية ثم الحرية. وكنتمنى الإخوان تضامن، تحية نضالية عالية. وكنقول لكم عبد المولى إن شاء الله غيخرج قريبا كاين الجديد، وتحية نضالية عالية. وكنتمنى من النظام المغربي على الأقل ما يبقاش غير حاضيني، على الأقل يدير واحد الحاجة. كنقول له دير واحد الحاجة اللي هي ما تخليكش، لأن غادي تشوف وجه واحد آخر. إن ما يمكنش ليا أنا نبقى مكتوفة اليدين، دائما نشوف ولدي، دائما نستنى اللي يدق الباب، لأن عينا ما نستنى. وحنا دابا سنتين وحنا كنعانيو، كفاية يعني صراحة، راه كفاية من 14/3/2018 وحنا كنعاني وباقي كنعاني، راه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحية للشرفاء الأحرار، تحية دائما للضمائر الحية اللي باقية معايا، كلاتش على عبد المولى ولو بالدعاء اللي كيدعي مع عبد المولى. كنقولو جزاك الله خير الجزاء، هو اللي غيجازيك، هو اللي عالم بيك، هو اللي ميحتاجش أنايا يعني نخرج ونقول، ولكن الله سبحانه وتعالى هو اللي غيكافيكم عليه. تحية الأحرار الضمائر الحية، وشكرا لكم الإخوان، والسلام عليكم.